يتواصل إقبال العاملين في الصفوف الأمامية من الجهات المعنية كافة على تلقي لقاح فيروس كورونا الذي بدأت المملكة باستخدامه بشكل طارئ اختياريا بهدف توفير وسائل الأمان لأبطال مواجهة الجائحة من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم. التفاصيل في سياق التقرير من الزميل طلال نايف. أبدى الكثيرون من أبطال الصفوف الأمامية حماسهم منذ أن سمحت مملكة البحرين الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بهدف توفير وسائل الأمان لهم وحمايتهم. فهذه الشريحة المنوعة وهذه البصمة التي وضعوها لم تنسى، حيث سيعمل هذا اللقاح بالسماح لجهاز المناعة ببناء استجابة مناعية قوية، مما يعني أنهم محميون إذا أصيبوا بالفيروس الحقيقي. خطوة مباركة طبعا وجهد كبير طبعا من الحكومة، طبعا من الله يحفظ جلالة الملك، ومتابعة شخصية من سمو ولي العهد الله يحفظه، اللي هو يبي يأمن طبعا الأفضل طبعا للمواطنين. وهذا دورنا احنا سواء كمواطن من البحرين، ان الواحد خلينا نقول يكون من ضمن خلينا نقول هذا الفريق، وان شاء الله يعني البحرين قدرت ان تحافظ على خلينا نقول وضعها. الحمد لله احنا ماشي في الطريق الصحيح، ومثل ما قلت هذا دورنا احنا ان نقوم بجزء بسيط من هذه المسؤولية. لما يوصل الشخص الذي يعني سيكون يأخذ اللقاح، أولا يتم تسجيله في قسم التسجيل، وبعدها يقوم الطبيب بمعاينة الشخص وأخذ الموافقة التبصيرية منه لموافقته لأخذ اللقاح، وبعدها يتم أخذ القياسات الحيوية، ومن ثم التدقيق والاعتماد من قبل قسم التدقيق. اللقاح عبارة عن لقاح صيني مقتول كيميائيا، فما يسبب أي إصابة للشخص اللي بياخذ اللقاح. أثبت في خلال الأشهر الماضية أنه آمن وأنه فعال. هذه واجب وطني، الأمور جدا مرتبة ومنظمة صراحة. أشوف الجماعة كلهم قاموا بالواجب. عدد من أبطال الصفوف الأمامية أكدوا أن اللقاح هو ما سيحقق النجاح لكافة الجهود الوطنية لإنهاء هذه المحنة والنهج الوطني الثابت في الوقوف مع مملكة البحرين ودعم أي جهد تقوم به لخفض عدد الإصابات للقضاء على هذه الجائحة. اولا كوننا انه احنا في الميديك في المجال الصحي، والدراسات الأولية اللي عملت في المملكة اثبتت انه اللقاح آمن، فيكون افضل ان ناخذ هذا اللقاح حماية لنفسنا ولعوائلنا وللمجتمع. كانت الإجراءات جدا جدا بسيطة، والوجوه يعني بشوشة جدا، ويعني مرحبين جدا جدا. أنا بديت الحماس بأخذ هذا اللقاح لأنه هاي يوفر لنا الحماية الكاملة لي ولأسرتي وللمجتمع، وهي الطريقة ربما تكون المثلى من أي أخطار تلاحقنا، لأن طبيعة عملنا تتطلب مخالطة المصابين، وإحنا سنواصل بدعم كافة الجهود اللي تقوم بها حكومة البحرين. أخذت هذه التطعيم أساس أشجع أسرتي وزملائي في العمل وأحمي أسرتي ومجتمعي، أساس كلنا نكون يد واحدة نحارب هذا الفيروس. والمعلومات اللي أنا أتبعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال مطالعاتي ومع زملائي اللي هم الدكاترة في السلمانية، يعني التطعيم هو في النهاية لازم يكون هو الحل إلى هاي المعضلة العالمية والوباء اللي قاعدة البشرية تواجهه. طبعا أخذنا إحنا التطعيم كصفوف أمامية من أجل عائلتي، من أجل الوطن، من أجل المجتمع، أحمي نفسي، أحمي الكل. ابتسامة رسمت على وجوه العاملين بالصفوف الأمامية، وإيجابية جاءت بوعيهم وحسهم بالمسؤولية المجتمعية، فهذه الثقة كانت بمثابة حجر الأساس والركيزة في مواصلة النجاح في الحفاظ على حياة المجتمع من هذه الجائحة في ظل التطور الهائل الذي أحدثته في حياتنا. الرغبة بأخذ اللقاح الطارئ من قبل العاملين في الصفوف الأمامية جاءت لتحافظ عليهم وتكون الوسيلة الآمنة لهم من أي أخطار تلاحقهم، حيث سيساهم هذا اللقاح في صنع الأجسام المضادة وتحفيز مناعة الجسم.
طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.